بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر التكوين إصحاح 43. وصلنا إلى الطلب الغريب اللي طلبه يوسف من إخواته وهم مش عارفينه، أنه ما يجوش غير ومعاهم أخوهم الصغير. وقلنا كان منه اختبار لأمانتهم، ومنه كمان يطمن على أخوه يعرف حصل له أي مشكلة ولا لا. والأخوة دول اتعطلوا لأنه ما كانوش قادرين يقنعوا أبونا يعقوب أنهم ياخدوا بنيامين. وفي الآخر مع شدة المجاعة تنازل يعقوب عن رأيه. وختمنا الكلام المرة اللي فاتت أنه قال الله القدير يعطيكم رحمة أمام الرجل حتى يطلق لكم أخاكم الآخر وبنيامين، وأنا إذا عدمت الأولاد عدمتهم. يعني بيتكلم بيأس وتشاؤم وحزن، لأنه يعني شمعون مسجون ويوسف مات، ودي بنيامين رايح مش عارف هيرجع ولا لا. ده كان شعوره. عاوز أقول هنا تأمل عن تعبير هذا الرجل أو أمام الرجل. إخوات يوسف صوروا يوسف قدام يعقوب، هو مش عارف إنه يوسف، إنه ده راجل مفتري وراجل شديد وراجل قاسي ومرعب، وإنه الاقتراب منه صعب، ولو ما كناش نسمع كلامه مش هيحصل لنا طيب. لدرجة يعقوب طبعا ما شافش هذا الرجل. يمكن يعقوب بقلب الأب لو كان شافه من أول لحظة كان عارفه مثلا. ونفاجأ أن هذا الرجل اللي بيتكلموا عليه هو يوسف المحبوب. أحيانا الناس تصور لك شخص على أنه شخص صعب، وأنه لا يعاشر، وأنك تتقي شره أحسن، وأنك تبعد عنه، وأنه وأنه وأنه، ويطلع في الآخر الأيام تقول أن الرجل ده، يعني في القصة هنا، ده ابني، ده يوسف، ده أقرب واحد في الدنيا ليا. إلى هذه الدرجة الناس ممكن تصور إنسان تصوير بعيد تماما عن الحقائق، أو تسيء تقدير شخص كمنه شديد وكمنه جد. وهم طبعا واخدين على العز، مش مستحملين جديته وشدته، ومش راضين يشوفوا ان هم نفسهم غلطانين. في يوم من الايام كل اللي شايفينه ان مفيش داعي للطلبات الغريبه بتاعته دي. طب هو الراجل قال لكم، انتوا حكيتوا حكايه، انا عاوز اتاكد من الحكايه، قلتوا لي ليكوا اخ اصغر عشان اتاكد ان انتوا مش جواسيس، هاتوا لي اخوكوا الاصغر. بصراحه معاه حق، يعني حتى لو بصينا كمحايدين من بعيد نقول طب وماله، ما هو من حقه يطمن ان الروايه اللي قالوها صادقة، وإلا الناس دي ممكن تبقى مجواسيس بجد. هم بقى صوروا تصوير مختلف، إن الراجل ده متوحش والراجل ده ظالم والراجل ده مفتري، في الوقت اللي بيقولوا له غريبة بس رجع لنا الفضة في العدال بتاع كل الحمير بتاعتنا. طب يعني منين يكون مفتري ويرجع الفلوس؟ فهنا بيقول الله القدير يعطيكم رحمة أمام الرجل. في رأيي إن هو كان متصور إن هذا الرجل يعني محتاج لمسة إلهية عشان ربنا يعني يهزه شوية ويطيب قلبه ويخليه راجل حنين، وهو حنين من الأول. فعاوز أطلع منها، لما تلاقي حد بيبالغ في تصوير شخص ما تصدقش، يعني بيجسمه قدامك على أنه مفتري وأنه ظالم وأنه لا، استنى لما تسمع الشخص ده ولما تقابله، ومش بعيد تكتشف ان الصورة غير خالص ما وصلها لك، او ان هو في اسقاط. الشخص احيانا يسقط نظرته السلبية بسبب دوافع شخصية، لكن الحقيقة ما كانتش كده، وهيطلع يوسف ده اطيب منهم كلهم واحن عليهم حتى من نفسه. فاخذ الرجال هذه الهدية واخذوا ضعف الفضة في ايديهم وبنيامين، وقاموا ونزلوا إلى مصر ووقفوا أمام يوسف. كان بقى المشوار المنتظر بقاله فترة، خدوا بنيامين المرة دي وخدوا ضعف الفضة. ليهم عاوزين يشتروا كميات جديدة، وعاوزين حسب وصية أبوهم يدفعوا اللي ما تدفعش المرة اللي فاتت.
عاوزين يكونوا أمناء لألا يكون ده اختبار أمانة. فأبوهم قال لهم لا، حق الحاجة يرجع، ما تقولوش بقى لقيناه ما لقيناهوش، ده حق الراجل. فلما رأى يوسف بنيامين معهم قال للذي على بيته: أدخل الرجال إلى البيت واذبح ذبيحة وهيئ. هنا كانت مقابلة مختلفة خالص. لما جم ملتزمين فوجئوا أنه بيتعامل بترحاب ويعمل لهم عزومة، وعزومة في بيته برضو، لأن هم مخونين من الأول ومخهم دايما في الأذية. خاف، هنشوف، لأن الرجال يأكلون معي عند الظهر، يعني عاملهم معاملة خاصة غير أي غرباء جايين من أي بلاد تاني. ففعل الرجل كما قال يوسف، وأدخل الرجل الرجال إلى بيت يوسف. يعني قال له المجموعة دي بالذات يدخلوا على بيتي، ينتظروني بعد الشغل، هناكل لقمة مع بعض وأعمل لهم وليمة. هم دخلوا بيته مخهم اشتغل، ايه، لا ده باين علينا وقعتنا سودة بقى، ده هيمسك علينا زلة تاني، ومرعوبين. ما أصل اللي يعمل عملة دايما يتوقع الأذية. فدول أساسهم ما هماش مرتبطين بربنا، وفي حياتهم أخطاء كتيرة ما تبوش عنها. فاللي مش عامل اللي مش عايش حياته دايما يخاف. التائب بصدق ما يخافش، لأنه عارف أنه مصالح ربنا مهما جي عليه، يقول يعني ربنا حنين لأنه سامحني. لما الشخص غير التائب يفضل بيخاف من خياله ومرعوب من أي تصرف. فالمرة دي التصرف في منتهى المجاملة، إنما هم على طول برضو أساءوا الفهم وقالوا إيه: فخاف الرجال إذ أدخلوا إلى بيت يوسف وقالوا لسبب الفضة التي رجعت أولا في عدالنا، نحن قد أدخلنا ليهجم علينا ويقع بنا ويأخذنا عبيدا وحمرنا. مخهم كله في الحاجات دي، إنه المرة دي الظهر إيه، هيعتبرنا حرامية فهنتحبس كلنا بقى، مش هيرجع ولا بنيامين ولا غيره، وكمان هياخد الفلوس وياخد الحمير وياخد كل حاجة. طبعا كل ده خيالات، زي ما كانوا بيبالغوا في تصوير شخصية يوسف قدام يعقوب، دلوقتي بيبالغوا في تقدير الموقف. الموقف ما يستاهلش خالص الرعب ده، زي المثل اللي يقول اللي تخاف منه ما يجيش أحسن منه. هنفاجأ انه فعلا هذا الموقف التاريخي اللي كانوا مرعوبين في أوله انتهى نهاية رائعة جدا لما اكتشفوا ان ده يوسف وبيحبهم. احبائي، ما تستسلموش للمخاوف حتى لو كنتوا مخطئين، حولوا الخوف دايما صلاة. خلوا القاعدة دي في حياتكم، اول ما تخاف صلي، لكن لو استسلمت الفكر الخوف، الخوف يبتدي ما يخلصش، يعني فكرة تجيب فكرة تجيب فكرة، وتلاقي مخك سرح في سيناريو كده وهو بعيد خالص عن الواقع، وابتدى يهيئ لك انه ممكن يحصل ويحصل ويحصل وانت ما فيش حاجة. ليه تسيب مخك في الاتجاه ده؟ ما تقول يا رب، ما تصلي وخلاص. هنا خاف الرجال إذ أدخلوا إلى بيت يوسف وقالوا لسبب الفضة التي رجعت أولا في عدلنا، نحن قد أدخلنا ليهجم علينا وقع بنا وأخذنا عبيدا وحمر. بعض القديسين، تعرفين القديسين، قلنا دايما شايفين يوسف شبه المسيح له المجد. قالوا، علقوا تعليق لطيف على الموقف ده، قالوا احنا كمان زي الناس دول. ليه؟ ما احنا عاملين عمايل كتير، وياما ظلمنا بعض، ظلمنا يوسف، ظلمنا ربنا يسوع له المجد، وتسببنا في صليبه، وظلمنا أبونا السماوي وتعبنا قلبه، فإحنا برضو وحشين. فلما يجي دخلتنا على بيت المسيح له المجد في النهاية، بنبقى خايفين، خايفين أن ماضينا يسبقنا وأن خطايانا تقف فاضحة على كل اللي عملناه، فيبقى حسابنا عسير. في الوقت اللي إحنا خايفين فيه نفاجأ أن الاستقبال ده يتحول إلى أجمل لحظة في تاريخنا، وهو يفاجئنا برحمته الواسعة وبمحبته وبغفرانه، وأنه عامل وليمة. يبقى إحنا خايفين وجايين مرعوبين وحاسين بذنب، وهو يقول تعالوا كلوا معايا لقمة، تعالوا معايا إلى الأبد نتمتع بالأبدية. عموما الآباء قالوا الشخص اللي بيخاف من الدينونة لابد يتمتع برحمة ربنا، أما الذي لا يخاف من الدينونة قد لا تأتي عليه رحمة الله.
اللي بيخاف من الدينونة ويفضل دايما عامل حساب أنا مستهلش أقف قصاد ربنا، يا ترى هقف إزاي وهو يجازي كل واحد حسب عمله، ساعتها يفاجأ بالرحمة أو يبقى عنده رجاء. في الرجاء إيه؟ لا يخزى، ربنا ما يكسفوش، يقول له لا ده أنا ببصص لك من ناحية تاني خالص، إن أنت برضو بتحبني وإنك صليت وإنك جهدت وإنك تعبت وكل الوحش ده أنا شلته خلاص. فيبقى ربنا بيعطينا أكثر جدا مما نظن أو نفتكر أو نطلب أو نتوقع، بس لما نقرب في خوف. فتقدموا إلى الرجل الذي على بيت يوسف، هو لسه يوسف ما كانش جه، فصاحب البيت أو اللي هو يعني المسؤول عن البيت من قبل يوسف زي يعني وكيل زي سكرتير، ما هو يوسف مركزه كبير أوي. فهم لما دخلوا البيت عاوزين أي حد يشفع فيهم، ما هو يوسف لسه ما جاش، فمرعوبين يعني يعملوا فيهم حاجة. فابتدوا زي العيال الصغيرة كده يكلموا أي حد يقولوا له صدقني إحنا ما عملناش حاجة غلط. وكلموه في باب البيت وقالوا استمع يا سيدي، هم عاوزين الكلام يطلع ليوسف، إننا قد نزلنا أولا لنشتري طعاما، وكان لما أتينا إلى المنزل أننا فتحنا عدالنا، وإذا فضت كل واحد في فم عدله، فضتنا بوزنها فقد رددناها في أيدينا. هم زار من قبل ما يطلعوا موضوع الفضة ده كان عزمهم على الغد، فهم قالوا لا ده فكرنا مستغلين، ده احنا عاوزين نبرأ نفسنا، صدقني ده احنا جايبين ضعف الثمن، والفلوس اللي رجعت دي مش عارفينها رجعت ازاي ورجعت ليه. وأنزلنا فضة أخرى في أيدينا لنشتري طعاما، لا نعلم من وضع فضتنا في عدالنا. طبعا هم هنا اللي بيقولوه ما حدش يصدقه، لكن اللي بيقولوه كان صدق، اللي بيقولوه المرة دي صدق، لأن فعلا الفلوس لما رجعت ما كانش حد عارف رجعت ازاي، فهم مش بيكذبوا، لكن عارفين الكذاب بيبقى متوقع ما حدش يصدقه لأنه قبل كده كذب، فهم كانوا بيكذبوا قبل كده، المرة دي بقى مش بيكذبوا. الكلام وصل ليوسف فقال سلام لكم، أو بعت الرد، يعني هو الرجل راح ليوسف في شغله وفي مكانه وفي قصره يعني الشغل، وقال له دول خايفين وبيقولوا الفضة جت غلط وإحنا معانا فضة ونشتري تاني وما عملناش حاجة وحشة المرة دي، فقال له روح قول لهم سلام لكم. طبعا سلام لكم دي تقرب المسافة أكتر من شخصية ربنا يسوع، إن هما في الوقت اللي خايفين قوي متوقعين إعدام هياخدوا مش بس براءة، ده هياخدوا مكافآت وياخدوا حب وياخدوا حاجات حلوة. سلام لكم لا تخافوا، إلهكم وإله أبيكم، هو مش عاوز يقول إلهي عشان هما لسه مش عارفين شخصيته، ما هو إلهه، هو إله يعقوب برضه، أعطاكم كنزا في عدالكم. طب ما أنت اللي حطه، بعت رجالتك ورجعوا الفلوس، برضو دي فضيلة جميلة لما تعمل خير في حد ما تقولش أبدا أنا عملت فيه خير، أو ما تقولش أنا اديته، أو ما تقولش في فلوس بيني وبينه، دايما انسب الفلوس أو العطايا لصاحب الفضل الأوحد هو ربنا. يوسف بالرغم ان هو يبدو امامهم انه راجل فرعوني ملوش في ربنا، انما دايما اسم ربنا في لسانه، وقال الهكم هو اللي اداكم الكنز، الهكم هو اللي رجع الفضة، ده كله ده من ربنا، فهو معتاد على كده، ويبدو ان ده حفظه من الكبرياء. في الوقت ده كان ممكن يوسف يصل الى كبرياء من عظمة موقفه ومن تاريخه المشرف ومن خضوع المصريين كلهم ليه ومن احترام فرعون الفائق ليه، كان ممكن يتنفخ. إنما يوسف اللي منعه من الكبرياء حياة الشكر وحياة العرفان، يعني دايما شايف الفضل ربنا، أنا ما أنا، دي نعمة ربنا، اللي فسر الحلم ربنا، واللي طلعني من السجن ربنا، واللي اداني الرأي الصائب ربنا، واللي حبب الناس فيا ربنا، واللي بيوزع خير على مصر هو ربنا، هو مش شايف نفسه خالص، شايف ربنا طول الوقت. فضتكم وصلت إلي، يعني قال لهم ايه، اعتبروا فلوسكم جات لي، الفلوس اللي لقيتوها دي ده ربنا، عشان مش عاوز يقول لهم انا اللي رجعت الفلوس لانه الفلوس ما تفرقش عنده، قال لهم الحساب الدفع. عارفين لما تعزم واحد وتقول له الحساب الدفع، فهو يوسف بيأكد لهم ما تخافوش، أنا مش جاي أجازيكم، الحساب الدفع،
انتوا ما سرقتوش، والفلوس اللي رجعت لكم دي ربنا مشاها. ثم اخرج اليهم شمعون، شمعون ده اللي كان محبوس، طبعا محبوس يعني بس ايه، حبس مرفه. وادخل الرجل الرجال الى بيت يوسف. يبقى هما مستعجلين يعرفوا الموقف، بعتوا ليوسف، يوسف رد وقال لهم لا ما تخافوش، دي عزومه، ده مش عقاب، سلام لكم لا تخاف. وادخل الرجل الرجال الى بيت يوسف واعطاهم ماء ليغسلوا ارجلهم، واعطى عليفا لحميرهم، يعني هيئهم خالص، وهيئوا الهديه الى ان يجيء يوسف عند الظهر. ما ابونا يعقوب بعت هدايا، كان فاكر يعني ان الراجل ده صعب ارضائه، وطبعا يوسف لا فارق معاه هدايا ولا فارق معاه حاجه. الى ان يجيء يوسف عند الظهر لانهم سمعوا انهم هناك ياكلون طعامهم. برضه هنا موقف على الماشي كده يورينا امانه يوسف. يوسف لاول مره هيشوف بنيامين بعد مش اقل من 15 سنه. وبنيامين ده بقى ايه؟ حبيب القلب، ده شقيق، شقيقه الوحيد، وده اللي كان طول السنين بيفكر فيه وخايف عليه لا يكون جرى له زي ما جرى ليوسف. فطبعا شغل ايه في يوم زي كده؟ انما ابدا، راح الشغل وقعد يخلص شغل وسابهم في القصر لغايه ما يرجع لهم بعد الظهر ياكلوا اللقمه ويبتدي يحتفل بيهم. الى هذه الدرجه يا يوسف بتيجي على مشاعرك؟ ده يعني يوم تاريخي في التاريخ كله، مش في تاريخ عيلتك بس. لكن ما كانش في استقبالهم، كان بيتمم واجباته كرئيس وزراء والمهام والمسؤوليات اللي عليه، حتى الحتة العاطفية النفسية الشخصية جاي عليها، عشان ايه؟ هو ملتزم قدام شعب بأكمله. طبعا دي بتفكرنا بالوصية اللي قالها المسيح، ان احب احد ابا او اما او زوجة او اولاد او اخوة او اخوات حتى نفسه اكثر مني فلا يستحقني. وهيأوا الهدية إلى أن يجيء يوسف عند الظهر لأنهم سمعوا أنهم هناك يأكلون طعاما. ريحهم خالص وطمنهم وقال لهم الموضوع ده عزومة، وإحنا يعني ما معنى، أنا مبسوط أن أنتوا سمعتوا الكلام وجبتوا أخوك الصغير معاكم، فالموضوع هيمشي كويس ما تخافوش. وعشان يطمنهم طلع لهم شمعون من أول دقيقة يحتفل معاهم بهذه الوليمة. فطبعا نفسيتهم هديت لما لقوا التعامل مختلف، وأن جالهم الرد نقلا عن يوسف، لا انا مش هحاسبكم على قولة الفضة دي، هدية ربنا ليكم، احنا خدنا حسابنا خلاص. حكاية غسلوا رجليهم دي طبعا الاباء ما بيفوتوش الحاجات اللي زي كده. الوليمة دي تشبه الوليمة اللي بيعملها المسيح له المجد لينا، اللي هي الافخارستية، تناول اللي فيها بنكتشفه او بنتعرف عليه. ما هو المسيح له المجد اخونا البكر، هنا المرة دي بقى هو ايه؟ الأكبر أو الأفضل أو اللي مغرقنا وشبعنا وهو خلصنا وهو حياتنا، ده اللي بنقوله في القداس. لكن قبل الوليمة في عملية غسيل رجلين، فكرة التوبة المستمر. غسيل الرجلين يرمز به الأول إلى المعمودية، يوم ما غسل المسيح أرجل تلاميذه بطرس يقول له طب ما تغسلني كلي على قولة المعمودية، قال له ما هي دي مرة واحدة، الذي اغتسل مرة ليست له حاجة إلا إلى غسل رجلين، بدل اتعمدت كفاية التوبة بقى، مش كل مرة هتتعمد، لا كل مرة تتوب، لكن هي تتعمد مرة واحدة وتكمل حياتك بغسيل الرجلين، عملية التوبة المستمرة اللي بيها تتمتع بالوليمة. فعشان تقعد مع العريس، مع اليوسف الحقيقي بقى المسيح له المجد، وتكتشف جماله وتكتشف رحمته وطيبته وغفرانه وتكتشف الترتيبات اللي بيرتبها لخلاصنا، محتاج انك تغسل رجليك الاول، يعني تتنقى من تلوث الدنيا. الرجلين بتلم تراب وتلم لخبطة الدنيا، فلما تدخل على المسيح تبقى غسل رجليك، يعني تقدم توبة في الاول. لما جاء يوسف إلى البيت أحضروا إليه الهدية التي في أيديهم إلى البيت وسجدوا له إلى الأرض. يبقى هما جايبين الهدية بتاعت يعقوب، أبونا يعقوب، وسجدوا مرة تاني، سجدوا تتميما للنبوة القديمة اللي يوسف شافها وهو طفل كحلم إن إخواته هيسجدوا له. فسأل عن سلامته بمحبة شديدة طبعا وبوجه بشوش غير بتاع زمان،
وقال أسالم أبوكم الشيخ؟ وعاوز يقول أبويا بس مش قادر لسه. أسالم أبوكم الشيخ الذي قلتم عنه؟ هو لسه طبعا واخد الدور بتاع أنه مخبي وأنه رئيس وزراء وخلاص أو وكيل عن فرعون. أحي هو بعد؟ هو كله الآن يعني ليكون يعقوب مات لأن فات كتير وكان يعقوب عجوز برضو ما كانش صغير. فقالوا عبدك أبونا سالم هو حي بعد؟ وخروا وسجدوا. فرفع عينيه ونظر بنيامين أخاه ابن أمه. هنا ليه بيقول أخاه ابن أمه؟ عشان كلهم إخواته لكن ده الوحيد اللي ابن رحيل شقيقه، وده الأصغر بينهم كلهم، يعني هما الاثنين الصغيرين يوسف وهو حضر ولادته، وولادته كانت سبب موت الأم، لكن بنيامين ارتبط بيه جدا وهو طفل، فكان الحرمان قاسي جدا على يوسف وعلى بنيامين الثاني. نظر بنيامين أخاه ابن أمه وقال أهذا أخوكم الصغير الذي قلتم لي عنه؟ ثم قال الله ينعم عليك يا ابني. هو طبعا نفسه يحضنه بقى ونفسه يعني يفتح، لكن ماسك روحه بصعوبة لأنه عاوز يتقن الموضوع للآخر ويكمل البلان أو الخطة اللي في دماغه، لأنه بطبعه شخص قوي متماسك يمشي بالعقل مش بالقلب، أو بالحكمة مش بالعاطفة. ثم قال الله ينعم عليك يا ابني. برضو تلاحظوا الدعوات اللي فيها اسم الله، وده كان بالنسبة لهم غريب أن يلاقوا كده في مصر. واستعجل يوسف، يعني إيه زي استأذنهم مش قادر يقعد لأن لقى نفسه هيعيط قصادهم أو هينفعل. فاستعجل يوسف لأن أحشاء حنت إلى أخيه وطلب مكانا ليبكي، يعني زي كانوا هيقعدوا على ترابيزة الأكل، قال لهم طب دقيقة واحدة، وخد جنب وإيه وبكى براحته شوية عشان يطلع المشاعر المكتومة دي، ورجع تاني في المنظر متماسك وكأن ما فيش حاجة. طبعا هذا البكاء الجانبي برضو الآباء يعني عشان مخهم في المسيح، مخهم راح في جسيماني، انه لما حب المسيح يبكي او يتألم في صلاته خد جنب انفصل عنهم، ودول اخواته بطرس ويعقوب ويوحنا، يعني عينت البشرية الاولى اللي هو المسيح اعتبر نفسه واحد منهم، انفصل عنهم وكان يبكي وكان يصلي ويدهش ويكتئب وكان عرقه يتصبب كقطرات من الدم. فكل دي الاحشاء بقى والوجع الداخلي بيطلع، فيوسف خد جنب. برضو هنا أفكركم بمعنى مهم، لما تنفعل بقدر الإمكان خلي انفعالاتك بينك وبين ربنا. الناس يعني ذنبها إيه تحضرك منفعل بشدة؟ أنت قدام الناس خليك بشوش وخليك مريح، لكن لما تبقى حزين ومنكسر ده بقى في إيه؟ في غرفتك بقى، فقليتك بينك وبين ربنا. لأن في بعض الخدام يمسكوا في الآية بتاعت إيه؟ بكآبة الوجه يصلح القلب. طب بكآبة الوجه ذنب الناس إيه؟ لا، بكآبة الوجه دي بينك وبين ربنا، هو يستحمل وشك. لما تكون أنت كئيب دي كآبة في الصلاة. فلما تكون تعبان ومتضايق أدخل واقفل على نفسك وصلي براحتك لغاية ما وشك يفرد تطلع للناس، لأن الناس ملهاش ذنب تشوف الكآبة دي أو تشوف انفعالات مبالغ فيها. الإنسان الروحاني بقدر الإمكان لا يشرك الناس في همه، هو يشيل معاهم همومهم لكن ما يتعبهمش بهمه. ربنا يسوع له المجد ما تعبش تلاميذه بهمومه مهما كانت يعني أثقاله أكتر من أي إنسان، إنما خد جنب وصلى بحرارة وقال إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس لكن لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك، وقعد الليل كله يقول كده ويصلي، وبعدين رجع بقى إيه وشه هادي كالعادة وكمل الليل. أحشاء حنت إلى أخيه وطلب مكانا ليبكي فدخل المخدع وبكى هناك. ثم غسل وجهه وخرج وتجلد، تجلد من الجلد يعني بقى متماسك وبقى جد بطبعه كده زي ما تعودوا عليه، وهم بصين له طبعا بإجلال واحترام وتقدير وخوف وكل حاجة. وقال قدموا طعاما، فقدموا له وحده
ولهم وحدهم وللمصريين الآكلين عنده وحدهم. ليه؟ هم عند المصريين لا يختلطوا بالعبرانيين، لأن رعي الغنم في الوقت ده كان يعتبر نوع من الرجاسة، كأنه عبادة أوثان، لأنه في الوقت ده المصريين بعضهم كان يعبد البقرة فبالنسبة لهم كان عملية الرعي ممكن تهين مشاعرهم الدينية. فدول معروفين أن دول رعاة، جماعة العبرانيين دول بتوع رعي، فيأكلوا لوحدهم زي فكرة اليهود والأمم بعد سنين لما كانت عاملة أزمة شوية. يوسف طبعا هو في الأصل عبراني ودلوقتي مصري، وجامع بين الاثنين، ودي برضو أحد الصفات المشابهة لربنا يسوع، أن المسيح له المجد مسك اليهود بإيد ومسك الأمم بإيد. المجوس قولوا من آخر الدنيا كممثلين عن الأمم، والرعاة جم ممثلين عن اليهود وقت ميلاده بإيد شرق وإيد غرب على الصليب، بيلم العالم كله، والوليمة هتلم كله، يأتون من كل لسان من كل أمة من كل شعب، ويبقوا كلهم إيه في السماء مع بعض، ويتكئون في أحضان إبراهيم وإسحاق ويعقوب من مشارق الشمس. أما بنو الملكوت اللي هم بقى اليهود الأولانيين دول يطرحون خارج، لأن المصريين لا يقدرون أن يأكلوا طعاما مع العبرانيين لأنه ركس عند المصريين، فجلسوا قدامه. هنا بقى حصل موقف غريب أوي. هم رتبوا الكراسي عشان دول ايه، دول 11 اخ جايين مع بعض، شمعون طلع من السجن وبنيامين جه، فال11 اكتملوا غير يوسف. الغريب ان هو نبه على العبيد زي عمل لكل كرسي اسم، فحط رأوبين في الاول ورا منه الثاني ورا منه، هو الوحيد اللي ايه فاهم ترتيبهم في العمر، ترتيبهم كاخوات. دي بقى خلتهم يترعبوا من يتخضوا، هم اعتبروه ساحر، اعتبروه عراف، اعتبروه هم مش واخدين بالهم ان يوسف لغاية دلوقتي منين عرف عشان ترتب 11 بالظبط حسب اعمارهم، ودول كلهم رجالة يعني شنبات يعني تتلخبط مين قبل مين، لكن هو طبعا عارفهم كويس فأعادهم بترتيب الكبير لغاية الصغير. جلسوا قدامه البكر حسب بكوريته والصغير بحسب صغره، يعني كل واحد في ترتيب ولادته. فبهت الرجال بعضهم إلى بعض، هم لما لاحظوا إن هم بيقعدوهم حتى بالاسم، وهو منظم قوي بطبعه، منظم جدا، فحتى الكرسي محجوز لكل واحد باسمه وفي بيت يوسف، هنا حسوا إنه إيه ده بقى، ده عارف كل الأسرار إزاي. حكاية كل كرسي محجوز للواحد باسمه تفكرنا برضو لما أم يعقوب ويوحنا راحت للمسيح تقول له إيه، خلي ولادي واحد عن يمينك واحد عن شمالك، قال لا أنت مش فاهمة بتطلبي إيه، إنما أيستطيعان أن يشرب الكأس التي أشربها، كأس المرارة والموت اللي هيشرب؟ قالت له طبعا. طب يصطبغ بالصبغة، الصبغة كلها دم، قالت له أيوه طبعا. قال لا شوف، يأكلوا يشربوا الكأس ويصطبغوا بالصبغة، أما الجلوس عن يميني وعن يساري فللذين أعد لهم. يعني إيه؟ يعني ترتيب الأماكن في السماء دي حاجة في علم الله، حاجة ربنا الوحيد اللي يعرف بدقتها، لأن هو أبو الكل وهو اللي شايف جهاد الكل، وعارف مين 30 ومين 60 ومين 100، وعارف مين اللي تعب أكتر من مين، فكل ده عند ربنا. لكن هو لما يرصنا يرصنا بدقة شديدة، وكأن الكل واحد فينا كرسي محجوز. برضو كونه ما عملش الوليمة دي من الأول، في تأمل هنا مهم، لأن الأصغر كان غايب. يعني إيه؟ كان بنيامين غايب، فما عمل لهمش احتفال. طول ما الأصاغر، عارفين التعبير اللي استخدمه المسيح، إخواتي الأصاغر لسه غايبين عن الكنيسة، يبقى المسيح مش فرحان. ربنا يسوع يفرح لما الوحيد يرجع، الابن الضال يرجع، والخروف الضال يرجع، وإخواتي الأصاغر يدخلوا، واللي احنا حاسبينهم ملهمش لازمه دول يدخلوا معانا ويقعدوا معانا، ساعتها يبتدي بقى الاحتفال. كأن سعادة الكنيسة انها تلم كل عيالها، ما نبصش لواحد انه صغير كأن ملوش لازمه. وحكاية صغير ملوش لازمه دي برضو تفكرنا بداود، لأن داود كان عند ابوه صغير ملوش لازمه، فلما جاله صمويل يرسم ملك
فقابلوا البهوات الكبار عشان فكرهم يعني منظرهم يقول ملوك يعني. فعد الأول والتاني والتالت لغاية السابع، قال له خلصوا، قال له يوجد الصغير مع الغنم. ايه صغير مع الغنم؟ ما جاش ليه؟ مش عاملين احتفال وذبيحة؟ قال له استدعيه طبعا. فلما جه داود الصغير اكتمل العدد، وايه بدأت الرسامة او مسح ملكا وبدأت الاحتفالات. فهنا فكرة ان الوليمة تعقد لما يكتمل العدد، كأن احنا محتاجين نبحث عن اخواتنا الاصاغر. الاصاغر دول مرضى، دول مسنين، دول فقراء، دول حزانة، دول خطاة بعدوا الشيطان غلبهم وسرقهم، ايا كان نوعهم. في الاخر دي فرحتنا تكمل لما يجي بنيامين وكل بنيامين يكتمل العدد. وتلاحظوا حاجة غريبة بقى، ان بنيامين بالذات وهو الاصغر ياخد الحصة الاكبر، يعني هو الاهم، ياخد الاهتمام الاكبر. ده واضح قوي في مثل الخروف الضال والابن الضال والدرهم المفقود، مش عشان صغير يتحط له النصيب الاصغر، لا، الاصغر في نظر الناس كان قد يكون الاكبر في نظر ربنا. فبهت الرجال بعضهم الى بعض ورفع حصصا من قدامه اليهم. حصصا يعني الاطباق بقى، ما هو وليمة بقى ضخمه يعني. فكانت حصه بنيامين اكثر من حصص جميعهم خمسه اضعاف. وشربوا ورووا معه، قعدوا بقى ياكلوا ويشربوا براحتهم ونفسيتهم هديت. ولقوا يوسف بقى بيتعامل ببشاشه وحبه ومتوصي بنيامين الصغير، والحكايه بقت جميله. وشمعون قاعد ياكل، وغالبا شمعون قال لهم انا يعني كنت قاعد في السجن احسن ما كنت قاعد معاكم، الدنيا كانت اخر راحه. ثم امر الذي على بيتي، خلاص بقى هيمشوا هياخدوا القمح ويمشوا. امر الذي على بيتي قائلا املا عدال الرجال طعاما حسبما يطيقون حمله. برضو التعبير ده حلو، ليه؟ الموضوع مش مرتبط دفع وكام خالص، خلي بالكم دي طريقه المسيح. احنا ما بندفعش حاجه لربنا عشان يدينا بركات، ده يقول لك شوف انت تقدر تشيل بركات قد ايه وانا شايلك. زي ايه؟ اعطوا تعطوا كيلا جيدا فائضا ملبدا مهزوزا يعطونا في احضانكم. يعني شوف انت تقدر تشيل قد ايه وانا اديك. فلما تيجي ربنا ما تقولش انا برضو صليت قد كده فغالبا هيديني بركة قد كده، لا، هو ربنا يعني بخيل، انت صليت قد كده بس ده اخرك يعني، تلاقي ربنا مغرقك حتى لو ما صليتش احيانا، عشان ربنا كريم. وربنا بيقول دول ولادي حسب ما يطيقون حمله، يعني شوف انت تقدر تشيل قد ايه واحنا ندي لك. تيجي مثلا للقداس وتقول ده انا الاسبوع كله مش حلو ومش مركز في ربنا وحياتي ملخبطه ولسه مش عارف اتوب توبه كامله، وتفاجأ بتعزيات وافراح واستجابه صلوات حسب ما يطيقون حمله. طب ما دفعتش حاجة، ومين قال لك ان ربنا بيستنى فلوس حد؟ ده الاخونا البكر برضو دلوقتي. املا عدال الرجال طعاما حسب ما يطيقون حمله، وضع فضة كل واحد في فم عدله. تاني هترجع الفلوس على قولة ربنا اللي بيرجع لكم فلوسكم، يعني انتوا حسابكم واصل. وطاصي، هنا بقى حركة جديدة بقى، برضو الواحد يتعجب من يوسف وذكائه وحكمته. يبدو ان هو هيرجعهم خلاص لابوهم، بس عاوز اخر اختبار. هو اطمن على بنيامين واطمن ان يعقوب عايش من كلامه، لكن مرضاش يكشف لسه. فاضل نقطة واحدة، يا ترى لو بنيامين اتزنق هيغسلوا ايديهم ويسيبوه يخلصوا منه، ولا كلهم هيفدوه؟ هو بقى عنده السؤال ده شغله قوي، لأن بنيامين ده المحبوب. فالأول خلاهم يغيروا من بنيامين في القعدة، إن بنيامين واخد أكتر أكل والظهر هما بتوع أكل، فإيه فرقت شوي. فجاب له خمس حصص فابتدوا يبصوا شمعنا أنت مركز مع بنيامين كده. وبعدين بنيامين هيتحط في العدل بتاعه طاس الفضة زي كاس الخاصة بتاعت يوسف، ودي حاجة تعتبر ثمينة وغالية، وبالتالي هتبقى سرقة. وسرقة ايه بقى؟ سرقة مش سهلة، لانها سرقة من البيت ووقت ضيافة، فشكلها وحش قوي. فساعتها اسهل حاجة ايه؟ لو هم وحشين
يقول لك بنيامين سرق ياخد جزاءه، احنا نروح بقى، خدنا القمح ونروح. هو بقى عاوز يشوف يا ترى هيفضل لسه عندهم الاخلاق الوحشه دي، ان هم مش فارق معاهم يدبسوا حد في مشكله ويغسلوا ايديهم، ولا عندهم رجوله وشهامه وفداء. يعني ايه واحد هيطلع يقول له لا انا اتحط في الغلط مطرح اخوي؟ دي عاوز ده اخر اختبار. طاس الفضه توضع في فم عدل الصغير. نبه على الرجاله بتوعه كده، وقت ما هما بياكلوا رجعوا الفلوس تاني في الركوبه اللي بره، وبالذات في الركوبه الصغير الكاس بتاعتي تتحط، الطاس بتاعي ده يعني يتحط كانه سرقه. وثمن قمح زي غيره. ففعل بحسب كلام يوسف الذي تكلم به. فلما اضاء الصبح بيته كمان بقى وهيصوا، انصرف الرجال هم وحميرهم. برضو خلي بالكم هم ماشيين في منتهى السعاده. ليه؟ ما كانوش يحلموا بالاستقبال ده، استقبال مشرف جدا، واتقلب الراجل 180 درجه، بتعامل بحب واهتمام واحترام وتركيز، وما فيش اي نوع من المؤاخذه زي المره اللي فاتت كان شديد شويه معاهم. ولما كانوا قد خرجوا من المدينه ولم يبتعدوا، قال يوسف للذي على بيته، حتى رجالته مش فاهمين هو بيعمل كده ليه، بس بيسمعوا كلام، قم اسعى وراء الرجال، ومتى ادركتهم قل لهم لماذا جازيتم شرا عوض عن خير، اليس هذا هو الذي يشرب سيدي فيه؟ قال لهم بقى برضه تجازوا الخير ده كله بالاساءه، بقى الكاس اللي بشرب فيها تتسرق بعد الضيافه اللي انا عملتها دي كلها، اساتم فيما صنعتم. وهو يتفاءل به، قال يعني ما اصل برضه ايه، واحد غني زي كده مش هتفرق معاه كاس، هو عاوز بس يحبكها ان الكاس دي غالي عليه وبيتفائل بيها، فانتوا سرقتوا حاجه ثمينه قوي، فايه هتاخدوا على دماغكم. فادركهم وقال لهم هذا الكلام. هم بقى خدتهم عرق الشهام العصبيه في الاول، وفتشنا بقى وايه الكلام الفارغ ده، احنا كنا جايين ندفع مرتين، وكل مره انتوا اللي بترجعوا الفلوس، انتوا بتتهمونا تهمه باطله، وهم متاكدين ان محدش يعمل كده، لان هم طبعا فعلا مش في بالهم، دول كانوا جايين مرعوبين يسرقوا ازاي. فقالوا له لماذا يتكلم سيدي مثل هذا الكلام، حاشا لعبيدك ان يفعلوا مثل هذا الامر، هو ذا الفضه التي وجدنا في افواه عدالنا رددناها اليك من ارض كنعان، فكيف نسرق من بيت سيدك فضه او ذهب الذي يوجد معه من عبيدك يموت؟ يا سلام، برضو الواحد لما يبقى ايه كرامته وجعاه شويه يسوق في الكلام زياده. تفكركم بايه دي؟ لما داود جاله ناثان النبي وحكى له حكايه الراجل اللي عنده معزه غلوانه يتيمه وجاله ضيف، فقام ايه بدل ما الغني ده اللي جاله الضيف بدل ما يذبح من الذبايح اللي عنده كتيره، خد المعزه التعبانه الوحيده بتاعه الفقير وذبحها. فقام داود بمنتهى الانفعال، قال الراجل ده يموت. قال له انت الراجل ده، والموضوع حتى يا ريته معزه، ده الموضوع اخطر من كده. فساعات الواحد يعني يتسرع في الحكم وهو كانه بريء، دايما اللي يتسرع في الحكم بينسى خطيته، بينسى انه ياما غلط وياما يستاهل التاديب والعقاب. فهم يعني قالوا ده اللي يلاقوا معاه البتاع ده يموت. طب هي جت في بنيامين، ونحن ايضا نكون عبيدا لسيدي، وهم موثقين تماما انه ما فيش حاجه زي كده. فقال نعم الان بحسب كلامكم هكذا يكون، الذي يوجد معه يكون لي عبدا، واما انتم فتكونون ابرياء. وشال حته الاعدام دي، قال لا خلاص اللي معاه الكاس ده هنخليه عبد على طول والباقيين يروحوا. وهم بمنتهى الجساره بيقولوا فتش ما يهمناش. ففتش مبتدئا من الكبير حتى انتهى الى الصغير، فوجد الطاس في عدل بنيامين. طبعا ايه وقعت قلبهم كله، ما بقوش مصدقين بما فيهم بنيامين لان هم ما سرقوش فعلا، وبقوا يبصوا لبعض وكف على كف، وايه الحكايه؟ طب هنعمل ايه دلوقتي؟ ده احنا اللي قلنا الحكم، يعني حتى مش هينفع نطلب تخفيفه، ده احنا اللي اقترحنا واقتراحنا طلع تقيل زياده. قال لا خلاص ما يموتش ولا حاجه، هو بس اللي يبقى عبد، خفف الحكم. طب وبعدين عبد يعني ايه؟ يعني بنيامين مش هيرجع؟ يعني هيرجعوا عشرة؟
يعني بنيامين مات يعني يعقوب هيروح فيها. فطبعا كل ده دار في دماغهم في دقيقة ولقوا ان الحكاية ضلمت خالص. فمزقوا ثيابهم وحمل كل واحد على حماره ورجعوا الى المدينة. طبعا طالعين من المدينة ما فاتش ساعة في منتهى السعادة، راجعين بعد ساعة في منتهى الغم، لانه حسوا انه قفلت خالص ومفيش مبرر. مفيش مبرر، حتى لو بنيامين قعد 100 مرة يقول صدقوني ما سرقت، طب وبعدين هيقولوا ايه؟ ما هي ما في دليل يعني. فدخل يهوذا واخوته الى بيت يوسف وهو بعد هناك. هو قال يهوذا هنا لان الوحي هيركز على يهوذا دلوقتي، لان يهوذا هو اللي هيتبرع بالفداء، هو اللي هيقف الوقفة الرجولية دلوقتي. ووقعوا امامه على الارض، سجدوا تاني، بس المرة الاولانية سجود احترام، المرة دي سجود توبة وتوسل واعتذار. فقال لهم يوسف: ما هذا الفعل الذي فعلتم؟ ألم تعلموا أن رجلا مثلي يتفاءل؟ ولسه برضو ايه بيشتغل كده عليهم، يعني قال يعني الكاس دي غالية قوي. فقال يهوذا: ماذا نقول لسيدي؟ التعبير ده على فكرة الواحد يقوله في الصلاة، أقول لك ايه يا رب، أقول لك ايه، تكرمني كل الكرم وفي الآخر أجي في حاجات صغيرة أحزنك وأعمل حاجات ما تصحش. فيهوذا قال له: مفيش كلام نقول، فعلا معاك حق، ماذا نقول لسيدي؟ ماذا نتكلم وبماذا نتبرر؟ يعني حتى الحجج مش هتنفع، زي ما نقول في صلاة الغروب كده: ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة. مفيش حاجة، مفيش حتى عذر نعرف نقوله وإحنا واقفين قدام ربنا. ماذا نتكلم وبماذا نتبرر؟ الله قد وجد اسم عبيدك. يا ترى يا يهوذا كنت بتفكر في ايه وانت بتقول كده؟ الله قد وجد اسم عبيدك، يعني ربنا بيطلع حساب قديم. عاوزين يقولوا له: انت مش فاهم، هي دي مش غلطتنا النهارده، ده كلام صغير النهارده، لا هو غلط ولا احنا غلطنا، بس اللي بيحصل ده تمن حاجة قديمة. فبيقول له: الله قد وجد اسم عبيدك. يعني يبدو ان يهوذا بروحانية برضو فكر الأزمة الصعبة قوي دي كانت مفروض تحصل من سنين، يوم ما قتلنا يوسف أو كدنا نقتله بأيدينا، فربنا دلوقتي بياخد بحقه. ها نحن عبيد لسيدي، قال له كلنا عبيد ليك، مفيش كلام خلاص، نحن والذي وجد التصفية جميعا. حتى مش قادر يقول له روحنا خلاص، ما ينفعش، قال له: احنا نقعد عندك خلاص، ما حدش فينا هيرجع، مالوش عين يطلب غير كده. قال له: كلنا عبيد، لانه ما ينفعش بنيامين اللي يقعد. فقال: حاشا لي. يوسف عامل فيها لارج برضو يعني، وايه وحكمه يعني رحيم، فقال لهم: لا اخد 11 بذنب واحد ليه؟ لا، ليه تقعدوا كلكم عبيد؟ انا هاخد اللي غلط وخلاص. حاشا لي ان افعل هذا، الرجل الذي وجد الطاس في يده هو يكون لي عبدا، واما انتم فاصعدوا بسلام الى ابيكم. وهو عاوز ايه؟ يقول لهم ما هو زي شمعون، قعد له كم شهر ولا حاجه، التاني يقعد على طول وخلاص، وروحوا لابوكم وخلاص. ثم تقدم اليه يهوذا، تجاسر بقى يهوذا وعمل دور مهم قوي، وقال: استمع يا سيدي، ليتكلم عبدك كلمة في أذني سيدي. الكلمة دي بقى اللي هتسيح يوسف، المواجهة دي هي دي اللي هتخلي يوسف ما يقدرش يكتم أكتر من كده، لأنه هيكتشف إن هم اختلف، وإن هم تابوا، وإن هم ندموا، وإن هم اتغيروا كتير قوي عن زمان، وإن هم مستعدين بعمرهم بجد يموتوا بدل بنيامين، وإن هم حزن أبوهم واجع قلبهم كل السنين دي، وإن في مرار عندهم من العملة القديمة. فده كله هيحرك يوسف ومش هيقدر يخبي أكتر من كده. قال له: بص اسمعني شوي، ليتكلم عبدك كلمة في أذني سيدي، ولا يحمى غضبك على عبدك، لأنك مثل فرعون. فرعون كان ربنا بالنسبة له، المصريين يعني، فعاوز يقول له: أنت زي ربنا يعني. سيدي سأل عبيده قائلا: هل لكم أب أو أخ؟ فقلنا لسيدي: لنا أب شيخ
وابن شيخوخة صغير مات. مات أخوه ابن شيخوخة صغير، دول اللي ما شافهمش، أب شيخ وابن شيخوخة يعني اللي هو بنيامين، أخوه مات وبقى هو وحده لأمه وأبوه يحبه. فقلت لعبيدك انزلوا به إلي، أنت اللي طلبته وقلت هاتهولي، الصغير اللي بتقولوا عليه ده عشان أتأكد أن أنتم مش كدابين، فأجعل نظري عليه. برضه عاوز أقف عند كلمة أبوه يحبه، يهوذا وشمعون ورأوبين ويساكر كلهم عارفين أن يعقوب روحه في بنيامين بس مش قادرين يقربوا. زمان كانت بتغيظهم أن روح يعقوب في يوسف، لما عملوا العملة مع يوسف خلاص دلوقتي كلهم بيطبطبوا على بنيامين وبيخافوا عليه، لأنه إيه ضميرهم تعبهم، في وجع في قلبهم، مش قادرين ينسوا اللي عملوه. فخلاص فهما ما عندهمش مشكلة يجاهروا أنه أبوه بيحبه، بنيامين ده المحبوب دلوقتي، ده الحيلة يعني. فقلت لعبيدك انزلوا بي إلي فأجعل نظري علي. فقلنا لسيدي لا يقدر الغلام أن يترك أباه، وإن ترك أباه يموت، أباه هو اللي يموت يعني. فقلت لعبيدك إن لم ينزل أخوكم الصغير معكم لا تعودون تنظرون وجه. هو بيعيد كل القصة وعاوز يقول له ليه مستحيل يرجعوا من غير بنيامين، وعاوز يقنعه بدي، فعشان كده عشان يقول له خلينا كلنا عبيد، دي أهون علينا ما نروح من غير بنيامين، مستعدين كلنا نفضل عبيد عندك. فكان لما صعدنا إلى عبدك أبي أننا أخبرناه بكلام سيدي، رحنا لأبونا الكبير وحكينا له أنك أنت عملت معانا كيت وكيت، وقلت لنا لازم إيه ما ترجعوا ليش غيره معاكم أخوك الصغير. ثم قال أبونا ارجعوا اشتروا لنا قليلا من الطعام، بعد كم شهر الأكل خلص قال ارجعوا اشتروا تاني. فقلنا لا نقدر أن ننزل، إنما إذا كان أخونا الصغير معنا ننزل، لأننا لا نقدر أن ننظر وجه الرجل وأخونا الصغير ليس معنا. أرجع تاني أربطها بربنا يسوع، لا نقدر أن ننظر وجه الرجل المسيح له المجد بقى وأخونا الصغير ليس معنا. إن قدمت قربانك على المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك الأصغر، أصغر منك في الكرامة يمكن، شيئا عليك، سيب قربانك وروح صالحه، لا روح هاته، مش هينفع تشوف وجه ربنا وانت مزعل وجه أخوك، مش هينفع، وانت مش مراعي حق الصغير في الدنيا ما ينفعش تقابل الكبير في الآخرة، ما ينفعش. روح شوف حق الصغير الأول، روح هاته معاك، هاته معاك يعني اهتم بيه وخليه قبل منك. فقلنا لا نقدر أن ننزل، إنما إذا كان أخونا الصغير معنا ننزل. ده بيحكي له الحوار اللي حصل بين الولاد دول وبين يعقوب بخصوص بنيامين، إزاي بقوا يقنعوا في يعقوب ما ينفعش نروح مصر تاني من غير بنيامين، ما ينفعش. إذا كان أخونا الصغير معنا ننزل، لأننا لا نقدر أن ننظر وجه الرجل وأخونا الصغير ليس معنا. فقلت لنا، فقال لنا عبدك على يعقوب أبي أنتم تعلمون أن امرأتي ولدت لي اثنين. ده كلام يعقوب بقى بيسمعه ليوسف، طبعا دي الحتة اللي هتوقعه خالص. يعقوب بيقول عليه إيه بعد السنين دي كلها؟ قال لهم أنتوا عارفين الأب بيكلم ولاده والكلام ده بيتحكي قدام يوسف، أنتم تعلمون أن امرأتي ولدت لي اثنين، فخرج الواحد من عندي وقلت إنما هو قد افترس افتراسا ولم أنظره إلى الآن. أتاري يعقوب، لأن غالبا في سؤال شاغل يوسف، أبويا ليه ما دورش علي، ليه ما دورش علي؟ هو ما كانش يعرف حركة الجلبية والدم، ما يعرفهاش، فهو معتبر مفقود وعارف ان يعقوب بيحبه، فمتخيل ان يعقوب هيقلب الدنيا يدور عليه. اخيرا فهم ليه يعقوب ما كانش بيدور عليه، لان يعقوب اتقال له وقال وفضل يقول ابني افترس افتراسا، ففهم دي كانت بعيد عن دماغ يوسف ان القصة وصلت ليعقوب انه اتاكل، فطبعا هيدور عليه فين بقى، خلاص ما هو شاف دمه.
ولم أنظره إلى الآن. توحي أن يعقوب كان برضو بالرغم من كده عنده أمل يشوف ابنه. أو ممكن ناخدها بشكل روحاني أكتر، أن يعقوب قال في باله زي ما داود قال في يوم من الأيام على ابنه: هو لن يرجع إلي ولكني أنا أذهب إليه. فقال أنا ما شفتوش من ساعتها. طبعا بقى يوسف بيسمع الكلمتين دول عن أبوه والإحساس بتاعه أن يوسف التاكل وأنه مش طايل يشوفه بقاله السنين دي كلها، وهو بقى قلبه ابتدى يدق. فإذا أخذتم هذا أيضا، ده كلام يعقوب، من أمام وجهي وأصابته أزية تنزلون شيبتي بشر إلى الهاوي. قال لهم كده هتكملوا علي، لو بنيامين راح معاكم وما رجعش أو اتأذى أي أزية أنا كده إيه يعني، خسارة في العمر. تنزلون بشيبتي، ودي الحتة دي كانت صعبة قوي في العهد القديم، إن واحد يموت حزين دي كانت قاسية قوي في العهد القديم بالنسبة لهم، دي حاجة صعبة. كرامة الشيخ دايما إن يموت راضي، إن يموت حاسس بإنجازاته، لكن يموت في حزنه الرديء دي كانت بالنسبة لهم أقصى حاجة على العيلة ككل. تنزلون شيبتي بشر إلى الهواء، فالآن متى جئت إلى عبدك أبي؟ قال له أنا أرجع بقى لأبويا أقول له إيه؟ مهما حكيت وقلت وعدت وبنيامين مش معايا، هي ملهاش حل خلاص. متى جئت إلى عبدك أبي والغلام ليس معنا ونفسه مرتبطة بنفسه؟ يعني في ارتباط بينهم ما عرفش عبر لك عنه، فخلاص ده يموت ده يموت على طول بالنسبة لنا كده. يكون متى رأى أن الغلام مفقود أنه يموت، فينزل عبيدك شيبة عبدك أبينا بحزن إلى الهاوية. قال لي يبقى احنا هنتسبب في موت الرجل الكبير وانت ما تقبلهاش، اقبل بقى طلبنا نكون كلنا عبيد عندك وخلاص، ده أهون علينا، لأن عبدك ضمن الغلام. حتى بقى الجديدة كمان، يهوذا مرة اللي فاتت لو تفتكروا قال لبنا يعقوب في آخر الحوار الطويل بينهم: بص أنا المسؤول قصادك، هرجعه لك مهما حصل، وابقى مجرم في حقك لآخر العمر لو مرجعش سليم. فيهوذا كان معتبر نفسه المسؤول الرسمي عن بنيامين، ومن كده يهوذا بقى جد المسيح بعد كده. إن لم أجيء به إليك أصير مذنبا إلى أبي كل الأيام، فالآن ليمكس عبدك عوضا عن الغلام. بدل أنت رجل طيب وسمحت أن بس اللي سرق هو اللي يتسجن عندك عبد، أنا اللي سرقت، أنا حط نفسه الفداء خلاص، أنا اللي خدت التصل، سيبك بقى من الصغير، أنا اللي عملت العملة، خدني أنا وأنا هفضل عبدك إلى الأبد، والصغير يرجع لأبوه. ليمكث عبدك عوضا عن الغلام عبدا لسيدي، وأصعد الغلام مع إخوته، لأني كيف أصعد إلى أبي والغلام ليس معي، لألا أنظر الشر الذي يصيب أبي. فلم يستطيع يوسف أن يضبط نفسه لدى جميع الواقفين عنده، فصرخ: اخرجوا كل إنسان عني. عشان يواجه الموقف، مش عاوز المصريين يحضروا هذه اللقطة بقى، اللحظة العظيمة دي، طلعوا العبيد، طلعوا كل الغرب اللي هيحصل دلوقتي، ده مش غربة بقى، اللي هيحصل ده زي اللقاء في السماء يعني. فما يقدروش يستوعبوا الأرضيين انه لما المسيح يكشف نفسه لأولاده والحب اللي جواه والعذاب اللي شافه عشان والرحمة اللي جواه، قال طلعوا كل الناس بر. فلم يقف أحد عنده حين عرف يوسف إخوته بنفسه، فأطلق صوته بالبكاء. فوجئوا انه بينفجر في العياط وبيزعق بشكل غريب، طلعوا الناس دي كلها برا وقفل عليهم، وسمع المصريون وسمع بيت فرعون، وقال يوسف لإخوته: أنا يوسف، أحي أبي بعد؟ فلم يستطع إخوته أن يجيبوه لأنهم ارتاعوا منه. طبعا بقى حاجة ما كانتش في البال خالص، أنه يقلع مثلا التاج عشان يبان شكله أوضح، ويتكلم باللغة القديمة بتاعتهم الأرامية، يقول لهم أنا يوسف. فابتدوا بقى مش قادرين ما يصدقوش، واللقاء بعد عمر طويل وهم نفسهم فاكرين ومات أو اختفى أيا كان، وبحب وبدموع كلها حب. فطبعا اترعبوا كأنه بيعيدوا الشريط كله. طب
من أول يوم ما أذتناش ليه؟ ما سجنتناش ليه؟ ما قلتش من بدري ليه؟ ليه بتعمل ده كله؟ احنا كنا منتظرين لو شفتنا هتعمل فينا وتسوي. انت عملت تدينا فضة وتدينا قمح وتدلع فينا وتأكلنا، واحنا أساسا عاملين فيك العبر كلها. يا ترى هيكمل اللقاء ازاي المرة الجاية؟ نكمل. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين. تعالوا نحفظ الآية بتاعت كيف أصعد إلى أبي والغلام ليس معي. قولوا معايا كيف أصعد إلى أبي والغلام ليس معي. كمان مرة كيف أصعد إلى أبي والغلام ليس معي.